رسالة أن الدولة مستمرة في تنمية سيناء وأنها تبذل الغالي والرخيص من أجل هذه التنمية العظيمة التي بدأت تنطلق منذ عام 2014. وأتصور أن الأرقام التي تحدث عنها رئيس الوزراء سواء التي جرى إنفاقها أو التي سيجري إنفاقها هي مؤشر مهم على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية بأن تكون سيناء مركزا مهما على كافة الأصعد الاقتصادية والأمنية والسياحية والثقافية. الأمر الثاني، الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء من هنا هي رسالة تعكس ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن لا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب الأطراف الأخرى، ومن بينها بالتأكيد الطرف المصري، وقضية سيناء هي قضية جوهرية. كما قال السيد رئيس الوزراء أننا قدمنا مئات الآلاف من الشهداء ومستعدين أن نقدم الملايين دفاعا عن هذه الأرض. أعتقد أن الشعور الطبيعي والإنساني لكل المشاركين في هذا اللقاء المهم جدا هو شعور عبر عنه رئيس الوزراء، شعور إنساني عظيم. سيناء بالنسبة لنا هي أغلى قطعة أرض عند المصريين.